أهلا وسهلا متابعينا الكرام، سعيد بلقياكم في نشرة أخبار المغرب، وهذا هو عنوانها: الربط القاري بين المغرب وإسبانيا يعود إلى الواجهة، عبور قريب إلى القارة الأوروبية من خلال نفق بحري. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساوش ديروا جيم الفيديو واشتركوا في القناة باش ديما يوصلكم جديد الأخبار المغربية. والآن إلى التفاصيل. في مستجدات النفق البحري الذي سيربط المغرب وإسبانيا والقارتين الإفريقية والأوروبية، أكدت وسائل إعلام إسبانيا أن الرباط ومدريد تسرعان حاليا تنسيقهما لتجاوز العقبات التي عطلت المشروع لأزيد من 43 سنة. وفي هذا السياق عينت الحكومة المغربية مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق، وهي الشركة المكلفة بالتنسيق مع الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق سيسيكسا، من أجل إعادة دراسة مشروع النفق البحري، وهو ما اعتبر مؤشرا واضحا على وجود نية صادقة للمضيق قدما في المشروع، خاصة مع استفادة الشركة المذكورة من دعم أوروبي محدد في مبلغ 750 ألف يورو من أجل إعداد دراسة جديدة بمشاركة شركة ألمانية متخصصة في إعداد دراسات متعلقة بالأنفاق البحرية. يذكر أن النفق المنشود وكما هو موثق في الدراسات الأولية سيبلغ طوله 28 كيلومترا، وسيربط بين منطقتي بونتا بالوما بطريفة وملابطة بشاطئ طنجة على عمق 300 متر تحت سطح البحر، كما سيقلص مدة العبور بين البلدين الصديقين ويفتح الباب أمام فرصة استثمارية ستغير وجه المنطقة.